الوزراء يبحث آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتطورات العمل بالمشروعات القومية. تقرير دولي يؤكد أن مصر من بين أكثر الأنظمة حيوية في إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى مناخ عمل الشركات الناشئة. وزير الخارجية في جدة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها الجمعة المقبل. التاسعة بتوقيت جرينتش منتصف النهار هنا في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بحضرتكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين من ممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس. وفي مستهل الاجتماع أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة. كما قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن. وذكر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحيادة التنافسية في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، كذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن. هذا وقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة الرئيس السيسي على عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار ومواجهة العقبات التي تواجهه.
ترأس دكتور مصطفى مدبول اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها. يتناول الاجتماع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومدى متابعة كافة المشروعات بها، كما يتطرق إلى عدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدمتها في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين. ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني. ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر تعد من بين أكثر الأنظمة حيوية في إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى مناخ عمل الشركات الناشئة. وأشار مركز المعلومات إلى التقرير الصادر عن منصة ماجنت المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة، والذي أشار إلى عدد من العوامل الداعمة للشركات الناشئة في مصر، من بينها تدشين جهاز معني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. كما أشار التقرير إلى الإطار التشريعي في مصر والذي يدعم إنشاء الشركات الناشئة، حيث اشتمل القانون المعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على العديد من المزايا والحوافز المالية وغير المالية، لا سيما العالمية في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. أولا، أهمية التقرير الصادر عن منصة ماجنت والمعنية بعمل الشركات الناشئة، والذي يشير إلى أن مصر من أكثر الدول حيوية على الصعيد الإفريقي وعلى صعيد الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمل الشركات الناشئة، أهمية هذا التقرير. اولا، هو تقرير هام جدا لانه بيبين وضع الدوله المصريه وانها دوله جاذبه للمشروعات والشركات الناشئه بشكل كبير جدا، خاصه احنا لدينا العوامل البشريه الكبيره. ان احنا بنتكلم في تقريبا 104 مليون مواطن مصري، بالاضافه الى الجاليات العربيه المتواجده داخل الدوله المصريه، فاحنا كيان متواجد يعني في حدود 120 مليون مواطن داخل الدوله المصريه، قادر على تحقيق هذه الشركات القادره على تحقيق مكاسب سريعه داخل الدوله المصريه، توافر البنيه التحتيه، توافر الاليات، التعامل القوام المصري قائم على الشباب بشكل كبير. احنا في التعداد السكاني 55% من التعداد السكاني في مجال الشباب المصري او في سن الشباب، وده السن القادر على العمل والقادر على اداره المشروعات والشركات الناشئه بشكل كبير جدا. يمكن كان نظرتنا في الفترات السابقة للشركات الناشئة أنها شركات صغيرة ومتوسطة فقط، لكن النهاردة الدولة نظرة للشركات الناشئة أنها قاطرة تنمية حقيقية، تستطيع توظف عمالة، تستطيع أنها تحقق يعني أرباح سريعة جدا. ويمكن حتى المجلس الأعلى للاستثمار أمس يمكن يعني كان أحد المهام أو أحد القرارات اللي صدرت أمس أن يكون هناك تشكيل للجان داخل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار للنظر في الخاص بالمشروعات الناشئه، وايضا لو في شكاوي او في ايضا تسهيل الاجراءات الخاصه بالشركات الناشئه. نعم، في هذه الجزئيه دكتور عبد المنعم ننتقل للقرارات التي اصدرها المجلس الاعلى للاستثمار كما تفضلت حضرتك بالاشاره بعد اعاده تشكيل المجلس. المجلس اصدر 22 قرار برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الهدف منها ربما بناء قاعده انتاجيه متنوعه، تطوير العمل في المجال الاقتصادي والتغلب على المشكلات الاقتصاديه الراهنه وجذب المزيد من الاستثمارات. قراءه حضرتك في اهم هذه القرارات. القرارات اللي صدرت امس قرارات هامه جدا، يمكن سوق العمل داخل مصر كان يحتاج اليها. هذه القرارات لو تم تفعيلها بهذا الشكل الذي تم الاعلان عنه هتحدث حاله حراك اقتصادي كبيره جدا. كثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه المستثمرين بدات يعني تنحل وتنفرج بهذه القرارات. احنا يمكن القرارات كلها هامه يمكن، لكن متوقف عند يعني بعض التعليمات او القرارات الصادره، ويمكن اهمها من وجهه نظري انه يكون هناك مقاصه ما بين المستحقات الخاصه بالمستثمرين
التي لهم وبين المستحقات الضريبية، ودي كانت مشكلة. أيضا التوسع في نطاق المحاكم الاقتصادية عشان حل المشاكل الخاصة بالمستثمرين وفض المنازعات، ووجود آلية لفض المنازعات، نفس الحل ما تحدثنا عنه الشركات الناشئة. أيضا أن يكون هناك مجموعة من القواعد خاصة بالتوسع في مفهوم الرخصة الذهبية، وأنها لا تشتمل فقط على المشروعات القومية أو الاستراتيجية الكبيرة، ولكن أيضا تتوسع ليدخل فيها القطاع الصناعي والزراعي. أعتقد الدولة في هذه القرارات هي بتلجأ إلى تطبيق وثيقة ملكية الدولة، الابتعاد عن القطاع الاقتصادي في مصر، أيضا تمكين القطاع الخاص بشكل كبير، وتطبيق الحيادي التنافسي. وده ظهر في أحد القرارات أنه هيتم تعديل بعض القوانين للمعاملة، لتجنب المعاملة المفضلة للشركات الحكومية، ويكون هناك حياد تنافسي في داخل السوق المصري. وننتظر نتائج هذه القرارات عن قريب. شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. قال وزير البترول طارق الملا انه تم الانتهاء من عمليات التقييم الفني لبوابه التعدين، حيث من المتوقع ان يتم اطلاقها خلال الفتره المقبله على غرار بوابه مصر للاستكشاف والانتاج في مجال البترول والغاز، حيث تحتوي بوابه التعدين على كافه البيانات الجيولوجيه والخرائط المطلوبه من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثماريه في مجال الثروه المعدنيه بمصر. وخلال استقباله وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، أكد الملا أن دعم القيادة السياسية لجهود تطوير قطاع التعدين ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في ظل الظروف والتغيرات العالمية، لافتا إلى أن تعديلات قانون الثروة المعدنية أتت ثمارها في ظل الاهتمام العالمي المتزايد من قبل الشركات الكبرى بالفرص الاستثمارية في مجال التعدين بمصر. عقدت المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعها الأول. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هناك اهتماما مشتركا بتعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات. شهد وزير الصحة خالد عبد الغفار توقيع مذكرة تفاهم بين الوزراء وشركة جي أس كي الرائدة عالميا في قطاع الرعاية الصحية للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر. تتضمن مذكرة التفاهم عددا من المحاور، منها تكثيف حملات توعية عامة وتدريبات للمتخصصين في مجال تطعيمات الأطفال وكبار السن، وكذلك التوعية بمرض الانسداد الرئوي المزمن، والتعاون فيما يتعلق بمقاومة ميكروبات المضادات الحيوية في إطار دعم جهود وزارة الصحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات. تنطلق غدا أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني الذي يضم 6 لجان فرعية. تعقد غدا 4 جلسات تخصص جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعية، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. يشار إلى أن المحور الاقتصادي ناقش أمس قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين. كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أولى الجلسات المخصصة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، كيف تم الإعداد لهذه الجلسات والقضايا التي سيتم مناقشتها، خاصة القضايا الخاصة بالوصاية على المال وقضايا الهوية الوطنية؟ طبعا المحور الاجتماعي بيشكل اولويه لدى حتى مطالب ناس كثيره في الجلسه الافتتاحيه، كانت الارقام كلها هو رقم الاول قبل السياسه والاقتصاد، لانه مرتبط بكل تفاصيل حياه الناس، بالتعليم، بالصحه، بالرعايه الصحيه، بالهويه الوطنيه، بالتفاصيل المختلفه الخاصه بحياه الناس، قضيه سكانيه. اعتقد انه على مدى
خلال الشهور اللي فاتت تكونت محاور مهمة فيما يتعلق بهذا الأمر، وأظن أنه حتى طائرات الأحزاب مش بس المشاركين منها، كمان في خبراء وفي أوراق كثيرة تم إعدادها لتقديم أفكار في هذا السياق. أعتقد أنه قضية الهوية أعتقد مطروحة بشكل كبير جدا على مدى السنوات اللي فاتت في التركيبة الثقافية في الثقافة في القوى الناعمة في التعليم كمان بأساس المناهج التعليمية منذ السنوات الأولى في المدارس أو غيره، علاقة ده بالفن والثقافة والدين وعلاقة البشر ببعضهم. أعتقد أنه كمان الملف المحور الاجتماعي بيتسع ويتقاطع مع السياسة المحاور الأخرى، يعني على سبيل المثال المحور السياسي فيما يتعلق بالانتخابات يتعلق أيضا بالتعليم وبالوعي الانتخابي، يعني قضية الوعي أعتقد تبقى مهمة. المشاركة الواسعة من السيارات والأحزاب زي ما احنا شفنا يعني في استبعاد وفي مشاركة كبيرة ومتسعة من كافة السيارات هتفتح الباب لطرح أفكار جديدة وبدائل كمان لأي طرف هيبقى لديه وجهة نظر مختلف أو تختلف هيبقى مستعد يعني مطالب بأنه يقدم حلول بديلة وحلول عملية. وفي المقابل أعتقد الدولة بتستجيب بشكل عادل لما يمكن أنه يتم تنفيذه، وفي قضايا زي التعليم والصحة مرتبطة أيضا الحقيقة بالاقتصاد وبالموازنة بتوفير موازنات. إذا احنا بنتكلم في 60,000 فصل مطلوبة سنويا لامتصاص الزيادة السكانية، فكيف يمكن تدير ذلك دون المحور الاقتصادي والموازنات؟ وإذا أنا بطالب والخاص ببرامج الحماية الاجتماعية أيضا ما تم الانتهاء إليه بالأمس، الحماية الاجتماعية ورفع الأجور ورفع المعاشات وما تم فيه الانعكاسات المختلفة كمان مرتبطة بزيادة الدخل القومي. السياحة محور السياحة، عشان كده احنا بنقول انه كل المحاور مرتبطة ببعضها بشكل كبير. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. تتصاعد أسهم العمل الخيري وتزداد أهميته يوما بعد آخر داخل المجتمعات في مختلف دول العالم، خاصة مع تعدد الأزمات التي واجهت البشرية خلال السنوات الأخيرة. وفي مصر أدرك هذا القطاع والدولة على حد سواء هذا الأمر، فكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شريكا للدولة للمساعدة على أن يحيا الإنسان حياة كريمة مستدامة. العمل الخيري هو نشاط يقوم به بعض الأفراد والجمعيات وكذلك المنظمات التنموية الدولية غير الهادفة للربح لتحسين جودة حياة الأفراد الأكثر احتياجا، بدءا من إمدادهم بالاحتياجات الأساسية للحياة لتتوسع إلى الرعاية الصحية والسكن اللائق وكفالة الأيتام وتحسين المستوى التعليمي ومساعدة الأسر الفقيرة بما يضمن لهم حياة كريمة مستدامة ورفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية. وفي تقرير جديد لمركز معلومات مجلس الوزراء سلط الضوء على دور العمل الخيري لضمان مستوى حماية اجتماعية ملائم للأفراد وتحقيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، خاصة مع تعرقل هذه الأهداف بسبب توالي الأزمات العالمية التي أثقلت كاهل الموازنات الحكومية وأعاقتها عن تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة. وقد ظهرت الحاجة عالميا لمزيد من العمل الخيري لتزايد عدد حالات الطوارئ الإنسانية مثل ارتفاع معدل الفقر عالميا وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين قصرا وارتفاع الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية. ولقد أنجزت مصر في هذا المضمار خطوات واسعة في السنوات القليلة الماضية، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة والهادفة إلى تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة. وذكر تقرير مركز المعلومات أنه بالفعل ظهرت طفرة العمل الأهلي الاجتماعي في مصر، والتي تكللت بتوقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يستهدف التنسيق الفعال وتوزيع الجهود لتقديم الدعم والحماية لملايين الأسر من مستحق الدعم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة التي حرصت على تقوية هذا التحالف من خلال تقديم الدعم المالي والفني له.
فكان إطلاق التحالف لمبادرته المدعومة من الدولة كتف في كتف لتوزيع ملايين الصناديق من المواد الغذائية، بالإضافة إلى الآلاف من الوجبات الغذائية وقطع الملابس على الفئات الأولى بالرعاية وبمشاركة الآلاف من المتطوعين. لقد بات العمل الخيري للمجتمع المدني أمرا حتميا على المستوى العالمي، ما يتطلب رفع كفاءة إدارة منظمات المجتمع المدني بما يضمن إنجاز مهمتها المجتمعية على نحو جيد. فلم يعد العمل الخيري ترفا، بل أصبح عملا فارقا في حياة الملايين من الفقراء والمحتاجين. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة العربية المقرر عقدها الجمعة المقبل بالسعودية. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، قال إن القمة العربية المقبلة تنعقد في ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، والتي فاقم منها الوضع الدولي المتأزم الراهن، وهو ما يستدعي استمرار الدول العربية في الاطلاع بدورها القيادي في التعامل مع أزمات المنطقة، أملا في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية. كما يشارك سامح شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر أحمد عطاف سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية. كما التقى شكري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في إطار التعاون الوثيق والمستمر لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس. تأتي اللقاءات قبيل بدء اجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بجدة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالسودان. في سياق متصل، تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان. يأتي ذلك تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهما. رياضيا، تتم نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة.